السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الانفلتريشن انرجيزيا. تمام، الانفلتريشن تمام. كان عندنا فيه طريقتين عشان الفرق بينهم، بس الرينج بلوك والسيركل. الرينج بلوك بتعمل فين؟ بتعمل في الاكستريمتيز. تمام، زي عندك في الليج. تمام، من تحت في الليج، من تحت في الليج. تمام، بتتعمل ايه تاني؟ في التيت. في الرينج او في التيت قصدي. تمام، بتعمل في التيت برضو. في التيت نفس نفس الطريقه. انت بتجيب بتحقن كده كمل. ماشي بدل ما تحقن ترانزفيرس. مش لازم سيركل بالظبط، بس انت بتيجي كده تحقن كده، وبعد كده تيجي بالابره وتروح تحقن كده. لا، هو جالك كده على طول. بدل مثلا الطريقه احنا كنا بنحكم كده، لا انت تحكم كده كده على طول. المهم انهم يكونوا اربع جهات بس. تمام، تمام، اربع جهات. ده بالنسبه للرنج. بنعمل زيها، لو عملنا زيها بس بنعملها في بطن الحيوان. بطن الحيوان اسمها يعني سيركولار. تحت يبقى اسمها سيركولار. سيركولار اذا كان في تيومر او اذا كان في تيومر او اي عمليه يعني في الجزء ده. المهم في البطن، في البطن اللي هي السيركولار في البطن. اما الرنج دي موجوده في الاكستريمتي. الاكستريمتي والتيت والتيل. تمام. اكيد في حاجه اسمها قال عليها الدكتور اسمها في. الفي دي، الفي دي بتعملها فين؟ ممكن تعملها في التيل. في التيل لو نعمل ديبنج للدوك. لما تيجي تعمل داكنج مثلا لكلب او كده بتعمل في، بتيجي على الرجل، الرجل من ناحيتين لاترال وميديال. تيجي في اللاترال وتروح عامل حرف في كده. تمام، حرف في كده عشان يبقى في زياده في الجلد. ومن ورا، ومن ورا برده تروح عامل حرف في. تمام، علشان بتعملها ليه الحركه دي؟ ليه ما في واحد هيقول لك ليه ما بنعملهاش كده على طول؟ علشان لما تيجي تخيط، لما تيجي تخيط الاثنين مع بعض يبقى في زياده في الجلد. هيبقى في زياده في الجلد، فما تبقاش ايه لما تكون عاملها كده مثلث هتعرف تخيطها. تمام تمام. بس ميرسي بكو.